من لوبيز وكريستيان واورتيجا وهوجو وهيرنان، ولكن الكره ما فيهاش اكبر. هنشوف، ادي بابلو واماميه يقطعها كريستين وتروح لزينيتي يلعبها في المساحه الفاضيه الحلوه، وكره عرضيه وخطره وجول وجول وجول. لسه بقول لكم الكره كبير لوبيز، لوبيز رقم 7 يصحصح الناس ويصحصحنا بهدف في ايه؟ في اول تقريبا دقيقتين. كرة ملعوبة حلوة لزينيتي يرفعها وغير مراقب خالص لوبيز، ما حضراتكم شايفين يحطها على شمال جوزيف عشان تتقدم. ادي اهو الكرة مرة تانية تتلعب من الميدا، وعلى طول غير مراقب خالص 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 لوبيز، وتتقدم الارجنتين بهدف للوبيز. لوبيز بعد دقيقتين من الشوط الاول، وعلى فكرة انا مبسوط لان الارجنتين مش نيجيريا مش هتسكت، وهنتفرج على ماتش كبير قوي ممكن ان شاء الله هنشوف فيه اهداف واهداف.